استاذ اشرف، يعني دعنا نبدا بالثمان بنود الرئيسيه على طاوله القاده العرب، برايك ما هي ابرز ملفات قمه المنامه؟ مساء الخير استاذ احمد. بكل تاكيد دعنا نتفق على ان هذه القمه تاتي في توقيت بالغ الاهميه فيما يتعلق بالظرف الذي تعيشه بالفعل الامه العربيه والمنطقه العربيه من تداعيات وتحديات بالغه الاهميه تتمثل في الصراع او الحرب الدائره في منطقه قطاع غزه على مدار 8 أشهر وما جلبته من حاله من عدم الاستقرار، ليس فقط على مستوى الامن القومي العربي، حتى على المستوى الاقليمي وحتى على المستوى الدولي، تشعبات وتداعيات كثيره وضربات ارتداديه في الاقليم وحتى على المستوى الدولي، منشغاله قويه فيما يتعلق متابعه تطورات الموقف على صعيد الساعه ايضا، والحرب التي تجرى باتجاه الشعب الفلسطيني، وايضا المواقف العربيه من خلال جهود عربيه ممثله في قمه عقرت في الرياض في نوفمبر من العام الماضي، وتتواصل جهود العربيه غدا في المنامه من حوالي لان يكون هناك بالفعل خلق مصدات وقائيه عربيه لانقاذ الاوضاع في غزه وطرح مقاربات تلعب دورا كبيرا في تغيير المعادله نحو هدف اسمى واول وجوهري، وقف هذه الحرب على وجه السرعه والبحث في صيغة العودة لمفاوضات الهدنة بمراحلها الثلاث، أملا في أن نصل إلى صيغة اليوم التالي. وهذه مرحلة تحتاج إلى كنا وقف إطلاق النار، خاصة العرب لديهم مقاربات وأطروحات وأفكار ومبادرات تحتاج لأن يكون هناك بالفعل تسوية أو تجويء تهيئة الأجواء لإمكانيات وقف الحرب وصيغة عودة الأمن والاستقرار إلى منطقة غزة، باعتبار أن القضية الفلسطينية عادت إلى جوهر الصدارة في 8 أشهر بعد نعم. غياب على استمر 11 عاما بعد ما يعرف الخيبة التي تركزت فيما يعرف بثورات الربيع العربي التي كانت بالفعل خريف على العالم العربي وأدت إلى حالة من الغضب والاحتقان نعم سادة نوع من تفتت وتجاوز فيما يتعلق بالأمن القومي العربي.